تمام، هلا رح ابدا اول شيء مع الدكتور منذر خليل مدير صحه ادلب ليحكي لنا عن الوضع بادلب. تفضل دكتور. مرحبا يا جماعه، الله يعطيكم العافيه. هلا نحن كمديرين صحه ادلب جزء من التاسك فورس اللي تم مؤخرا تحت مظله الدبليو اتش او. بلشنا من حوالي 15 يوم نحط خطه مع بعض على اساس انه هي تكون الخطه اللي ممكن نستجيب من خلالها للكورونا. الخطه على الورق كانت كثير مليحه، أو هي مليحة يعني بدون كثير. حتى كان فيها المفروض يكون في 3 مشافي لاستقبال مرضى الكورونا، وفيها 28 مركز عزل مجتمعي، وفيها خطة توعية، وفيها ريفيرال سيستم، وفيها كثير أنشطة. طبعا هي خطة كثير فقيرة مقارنة مع الخطة الموجودة بدمشق. نحن جبنا الخطة اللي محطوطة بدمشق وجبنا الخطة اللي محطوطة بغازي عنتاب. الفروقات كانت كثير كبيرة من حيث عدد الأنشطة، ومن حيث المدة الزمنية، ومن حيث البادجت، ومن حيث كل شيء. يعني أول خطة انحطت بهب غازي عنتاب كانت حوالي 4.5 مليون، وهذا بصراحة سبب إحراج لبعض المنظمات اللي تقدمت بمشاريع. طبعا الاحتياج أكبر من هيك بكثير، لأن المانحين صاروا يحكوا إنه يعني إذا كان الخطة كلياتها المحطوطة هي 4.5 مليون، فشلون أنتم مقدمين مشروع بثلاثة أو 4 مليون؟ بعدها ارتفعت لـ6 مليون، آخر مقترح وصلت لـ34 مليون. وهذا دليل بصراحة على عدم التوجه أصلاً، يعني لما بتختلف الأرقام بهذا الشكل خلال مدة قصيرة. وهذا دليل أنه الخطة الأولى اللي انحطت حقيقة ما كانت بتلامس الاحتياج بشكل حقيقي، ولليوم هي ما بتلامس الاحتياج بشكل حقيقي. خلال هاي الفترة بصراحة اللي تنفذ على الأرض من الخطة الموضوعة هي فقط الكيتات اللي وصلوا، كيتات التحليل وصل لحد الآن 600 تيست، 300 عن طريق الـ ACU و300 عن طريق الـ WHO. فيما عدا ذلك بحسن نقول تقريبا ما تنفذ شيء، وكل شيء كان موجود على الأرض هو أكثر مرتبط بالمؤسسات المحلية الموجودة والمنظمات. يعني مثلا اللي صار في خلال الفترة الماضية حملات توعية، لما شعرنا بصراحة نحن انه خطة الـ WHO هي خطة كثير بعيدة، وخطة اصلا ما فيها ديدلاين واضح، فرحنا نحن شكلنا مجموعات، يعني شكلنا مجموعة للتوعية على سبيل المثال، وبدأنا بوضع رسائل ودراسة افضل الطرق لإيصال هذه الرسائل، بالإضافة إلى بدأنا تدريبات، ومنها كانت تدريبات أونلاين من خلال بعض الأطباء الموجودين بأوروبا. جهزنا يعني مشفى بإدلب، أو مو مشفى، جناح بمشفى الداخلية بإدلب. ويمكن تستغربوا إذا قلت لكم أنه يعني بعد كل الضجة اللي صارت والاجتماعات وكل التحضيرات، لحتى حسنا نجهز المشفى الوحيد اليوم بإدلب مستعد يستقبل مرضى كورونا، شحدنا مصاري من شخص 5,000 دولار. يعني لحتى حسبنا بس نوظف كم شخص بيشتغلوا بهذا المشفى لنحسن نستقبل أول مريض. لأني أنا بكل اجتماعاتي مع التاسك فورس كنت عم بسأل هذا السؤال، أنه أنا اليوم كمدير صحة إذا اتصلوا فيي من مشفى أو مركز طبي أو حدا من الكادر الطبي، وقال لي أخي أنا حالياً عندي مريض مشتبه فيه كورونا، وين بدنا نبعته؟ ما كان في جواب، ولليوم ما في جواب. يعني كل شيء عم ينحكى بصراحة لحد الآن هو ما له، ما في عليه أجوبة واضحة. لذلك بصراحة كل الجهود اللي عم تصير هي جهود بسيطة. قمنا بتجهيز بعض سيارات الإسعاف كمان بشكل محلي، التدريبات اللي عملناها بشكل محلي. فعمليا فينا نقول بصراحة إنه الوضع في حال الفيروس الآن هو وضع كتير مأساوي، ما بحسن نقول عندنا مشافي جاهزة. بالمناسبة يعني حتى الأطباء اللي بيشتغلوا بهذا المشفى لحد الآن أبسط وسائل الحماية هي غير متوفرة. الماسكات اللي عم يستخدموها هي ماسكات عادية، هي مانا N95، وبالتالي هي أكيد ما بتحمي. تطهير مثل العادة للمنشأة الطبية ما في، بس عم يصير على المستوى المحلي. كان في مشروع انفكشن كنترول مع WHO كمان، يبدو هو متأخر. بالنتيجة يعني بحسن نقول أنه اليوم استعداداتنا كتير متواضعة. طبعا يضاف إلى
ذلك الصعوبات اللي أنتم بتعرفوها، وضع المخيمات والاكتظاظ السكاني الموجود وعدم توفر مياه. يعني أكثر من ناس، يعني أكثر من حدا كانوا عم يحكوا معنا الفترة الماضية لما عم نحكي على موضوع غسيل اليدين 20 ثانية، إنه يا أخي نحن مي للشرب ما في عنا. الناس عم تحكي إنه عم تحكوا لازم تقعدوا أسبوعين وثلاثة، ما نحن أكل ما في عنا. كثير من هدول الناس بيشتغلوا بشكل يومي لتأمين احتياجاته، وموضوع العزل شبه مستحيل. بعض الخيام فيها أكثر من 10 أشخاص. أضف إلى كل هذه التحديات وبصراحة الصعوبات المتعلقة بغياب منظومات الحوكمة المساندة. يعني نحن كقطاع صحة المفروض نشتغل ويكون في جهات تانية عم تساعدنا، منظومات الحوكمة التانية مثل المكاتب الطبية بالمجالس المحلية، مثل التعليم، مثل بقية القطاعات بصراحة، لأنه مثل ما شفنا بكل العالم كل هدول عم يستجيبوا مع بعض. نحن مع الأسف في واقعنا ما عندنا هذا الكلام، ما عندنا مؤسسات حوكمة مساندة بمعنى الكلمة. وبالإضافة لأنه حالة الأحباط الموجودة اليوم عند الناس، يعني الناس لما عم نحكي معها عم يقولوا أخي نحن متنا من الكيماوي، ومتنا من البراميل المتفجرة، ومتنا من الصواريخ، ومتنا من البرد، ومتنا من الجوع، ومتنا من القهر، ومتنا تحت التعذيب، ومتنا بكل الأشياء هاي. فالكورونا بالنسبة لنا هو مجرد سبب إضافي للموت ضمن هاي المنطقة. لذلك الناس حقيقة عندها حالة من الأحباط اللي عم تخليها ما كتير تكترث بكل الأشياء اللي نحن عم نحكيها كتوعية. ومثل ما بتعرفوا القطاع الصحي أصلاً الموجود هو قطاع ضعيف أو تم إضعافه خلال الفترات الماضية. نحن خسرنا أكثر من 70 منشأة طبية من أبريل 2019 حتى الآن، وبالتالي قدرتنا نحن بصراحة على الاستجابة ضعيفة. بشوية أرقام سريعاً علشان ما أخذ وقت كثير، اليوم بإدلب في 105 سرير عناية مشددة بتخدم 3.2 مليون نسمة، في عنا 47 منفسة للبالغين. ومثل ما بتعرفوا لما نحكي عن استجابة كورونا بشكل أساسي بنحكي عن منافس البالغين، عدد الأسرة العادية كتير قليل. نحن في عنا سرير واحد لكل 1600 مواطن إذا بحكي على منطقة إدلب. في عنا نقص بعدد الأطباء وعدد الكوادر الطبية المؤهلة بشكل عام، في 600 طبيب تقريبا في شمال سوريا، يعني إدلب منطقة درع الفرات وعفرين كل هاي المنطقة فيها 600 طبيب تقريبا، وبالتالي في يعني بخدموا 4.2 مليون حسب إحصائيات اليو إن للكتلة السكانية ضمن هاي المنطقة. وبالتالي عندنا 1.4 طبيب لكل 10,000 نسمة، وهذا أقل بكثير بصراحة من معايير الأزمات، يعني أقل بكثير من سفير ما هو مطلوب من سفير. فالتحديات اللي نحن مقبلين عليها كثير عظيمة، لأن إذا نحن خسرنا الكادر الطبي الفترة المقبلة ولحد الآن التشيل ماشي، عم بقول نحن رايحين لحتى نخسر الكوادر الطبية. إذا خسرنا الكادر الطبي بصراحة أو خسرنا عدد كبير من الكادر الطبي، الأذية اللي راح تصير بقطاع الصحة هي أذية غير قابلة للعكس، لأنه إحنا ما نتحمل بصراحة نخسر أطباء أكثر من هيك ونخسر كوادر أكثر من هيك. ففي عنا تحديات بصراحة العلاقة بالمجتمع كثير مهمة وكثير صعبة، في عنا تحديات العلاقة بقدرة المنظومة الطبية، وفي عنا تحديات العلاقة بالعجز المهم بموضوع الموارد البشرية. هلأ أنا وجهة نظري شو ممكن نعمل باختصار، كمان ما رح أحكي على كل النقاط اللي نحن محتاجين حدا يساعدنا فيها، بس أنا عندي يعني مقترحين بسيطات. المقترح الأول، نحن عم نلاحظ كمديرية صحة بصراحة كل مرة بينطرح فيها قضية وطنية وبناخذ فيها مواقف واضحة، تمام، وأنا في بذهني عشرات الأمثلة، بيتم الضغط علينا بطريقة ما حدا ممكن يتخيلها. يعني آخر مرة مثلاً نحن كنا جزء من الساق اللي هو اللجنة الاستراتيجية للهيلث كلاستر، نتيجة بعض المواقف فالWHO بتطلعنا برا، تمام. ناخذ موقف اليوم له علاقة بالضغط على منظمة الصحة العالمية علشان موضوع الاستجابة، وأنا بصراحة أكثر مرة أحكي إنه يا جماعة أنا من حقي أطلع أحكي اليوم إنه أنا على الأرض ما عندي شيء، أنا ما عندي سيارة إسعاف جاهزة، وما عندي مشفى، وما عندي مركز عزل، وما عندي ألبسة للكادر الطبي، وأنا المفروض أحكي هيك. فهذا يعتبر إنه هو ضغط أو ما بعرف شو على WHO، وهذا بخليهم بصراحة يرجعوا ياخذوا مواقف أكثر يعني عدائية اتجاهنا. فنحن بنحتاج بصراحة هون دعم لموقفنا، يعني بنحتاج من المنظمات ومن المغتربين الموجودين بأماكن مختلفة بصراحة حول العالم يدعموا موقفنا
ويدعموا حقنا بأنه نحن كجهة وطنية محلية نطلع نحكي وأنه يا جماعة أوكي في خطة، نحن شايفين الخطة ونحن جزء من الناس اللي عم تكتب هاي الخطة، بس أول شيء الخطة ظالمة لأنه هي لا تقارن بخطة دمشق، لا تقارن بخطة دمشق. ثاني شيء بصراحة التنفيذ على الأرض هو تنفيذ بطيء تحكمه الكثير من البيروقراطية واللامبالاة. لما نحن نقعد بس 15-20 يوم بس عم نحكي على الكستات وطلعوا من مطار أبنا ووصلوا للريحانية وهي شغلة كتير فاضية بصراحة، فهذا رد الفعل اللي عم تقوم فيه WHO لا تتناسب مطلقا مع الحدث الموجود على الأرض ولا تتناسب صراحة مع حجم الكارثة اللي ممكن يصير خلال الفترة المقبلة. الشغلة الثانية اللي كمان نحتاج فيها دعم، بكل كارثة بصير ومنحتاج فيها أعداد كبير من الناس اللي يساعدونا بيكون عندنا مشكلة التدريب، إنه نحن اليوم هل عندنا عناصر مدربة مؤهلة إلى آخره. كمان عندي مقترح سريع بهذا الخصوص، هلا نحن الفترة الماضية مثلا حكينا مع أطباء فرنسا لأن هن يعني عندهم هاي التجربة اللي صار خلال الفترة الماضية، فعملنا تدريب لحوالي 70 كادر طبي على موضوع العنايات المشددة وعملنا تدريبات تانية. فأنا بعتقد علشان ما كل مرة لما نوقع بالكارثة ويبدو سياقنا بصراحة هو مليء بالكوارث نفكر شو بدنا نعمل وشو أفضل طريقة. أنا بقترح أنه لو نعمل منصة تعليمية مثل كثير منصات أنا شفتها سابقا بصراحة، ممكن نعمل فيها كورسات معينة لمواضيع بحيث لما بنحتاج تدريب أعداد كبيرة مثل اليوم مثلا نحن محتاج هلا اليوم في تقريبا في شيء 3000 متطوع الفترات الماضية لما كنا عم نناقش نحن وشركائنا بين عمال الصحة المجتمعية شيء 1000 وبين عناصر الدفاع المدني وبين عناصر المنظمات، بس يمكن نحن محتاجين أعداد أكبر بكثير من هيك لتستجيب لأنه ما عنا نحن ما فينا نستفيد صراحة من القوى الموجودة، بالعكس يعني ما أكيد ما فينا نطلب منه شيء ولا فينا نستفيد منه، ما فينا نستفيد من بقية الأشياء المنظومات اللي بالعادة بكل العالم بتكون داعمة للاستجابة. يعني مثل اليوم تركيا بأوروبا بينزل الجيش بيساعد الداخلية، بس نحن ما فينا نستخدم كل هذا الحكي الموجود بسبب الواقع المعروف للكل، فنحن لازم نعتمد بصراحة فقط على المتطوعين ونحن ما عندنا سلطة. لازم نحط في بالنا هذا الكلام، غير السلطة الأدبية وسلطة المعرفة والسلطة الأخلاقية. لذلك بصراحة لليوم بتطلع على الواقع الموجود عندنا، بتروح مثلا لفترة قريبة البازارات مليانة، الأسواق مليانة، الجوامع مليانة، المدارس مليانة، الجامعات مليانة، ما كان حدا يتجاوب معنا لأنه نحن ما عندنا أي سلطة بصراحة غير أنه نطلع ونحكي وسلطة المعرفة وإلى آخره. فنحن محتاجين جيش من المتطوعين بصراحة اللي بيساندنا بهذا الموقف. طب هدول الناس لحتى يساعدونا فعلا لازم يكون عندهم الحد الأدنى من التدريب، فلازم نوفر وسيلة سهلة لنوصل فيها التدريبات والتعليمات الأساسية لكم كبير من الناس في وقت قصير. فأنا بقترح أنه نعمل شيء ثابت بحيث نحسن نستجيب كل مرة بسهولة وما نرجع نخترع العجلة من جديد بكل مرة. الله يعطيكم العافية. أنا ما بعرف إذا وقتي خلص، يمكن تقريبا خلص. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. شكرا.